السلام عليكم. وصلنا إلى الجزء الثالث من الفصل التاسع من منهج نظم التشغيل الأكاديمي، وبدأ يعني مثل ما ذكرنا في المحاضرة السابقة سنتحدث عن الديسك سكجولينج الجوريثمز، اللي هي خوارزميات جدولة الديسك أو القرص الصلب. وذكرنا بأن هناك الكثير من الخوارزميات، كل منها تعتمد على فد معايير معينة لاختيار ما هي الطلبات التي ستستجيب لها قبل البقية. وافترضنا بأن هناك request queue، اللي هو طابور للطلبات لمواقع معينة أو سلندرز معينة يحتاجها نظام التشغيل أو عمليات المستخدمين أو عمليات النظام. وذكرنا بأنه هذا هو السيكونس، هذا هو التسلسل الذي سنعتمد عليه. وفي البداية سيكون الهيد بوينتر، اللي هو مؤشر أو رأس المؤشر أو مؤشر الرأس، سيكون في السلندر رقم 53. مثل ما هو واضح هنا، راح نتحدث عن السيك تايم، اللي هو زمن البحث، وهو الزمن المستغرق لتحريك يعني ذراع القراءة أو الكتابة. أول خوارزمية مثل ما هو واضح هي الفيرست كام فيرست سيرت، واللي هي ببساطة يعني تقوم بخدمة أول طلب يأتي يعني بشكل متسلسل، يعني تماما مثل ما هو يعني موجود. فإذا كان الطابور عندنا المتوفر في أي لحظة من لحظات التنفيذ أثناء عمل المعالج، يتكون من الأرقام التالية 98 183 37 وإلى آخره. فهنا لكي نحسب كيف سيتحرك المعالج أو كيف سيتحرك ذراع القراءة والكتابة في الهارد ديسك، مثل ما قلنا هو في البداية موجود في النقطة 53، بعد ذلك سينتقل مباشرة إلى 98، اللي هي هذه هي 98، بعد ذلك سينتقل إلى 183، هذه هي 183، ثم 37، يعني سيرجع بعد ذلك. هنا نلاحظ بأنه احنا نرتب الأرقام من الصفر إلى 199، لأنه هو هذا الشيء يعني في فرضية السؤال. request queue هو من الصفر إلى 199، ربما إذا كان هناك سؤال في الامتحان وكان هناك أرقام تختلف يجب أن يتم ترتيبها، يعني مثلا إلى 200 أو 300 إلى آخره. فهنا نلاحظ بأنه بدأنا بال 53، ذهبنا إلى الطلب الأول اللي هو 98، بعد ذلك ذهبنا إلى الطلب الثاني اللي هو 183، ثم الطلب الثالث اللي هو 37، الطلب الرابع اللي هو 122، ثم 14، ثم 124، ثم 65، وأخيرا إلى 67. فهنا هذا يعني كيفية رسم هذا المخطط يعني بشكل مبسط فقط لتوضيح الفكرة، أنه رأس القراءة والكتابة سيتحرك بين السلندرز أو بين الأسطوانات بهذا الشكل. ولاحظ بأنه هو يعمل كأنه زيكزاك يعني بشكل عشوائي، لأنه فقط هو يتبع تسلسل الطلبات، يعني الطلب القادم أولا يتم خدمته أولا، ابتداء من النقطة التي هو كان فيها يعني عند بدء التنفيذ اللي هي 53. هنا كيف نستطيع حساب عدد السلندرز التي يتحركها رأس القراءة والكتابة؟ كل الذي نقوم بعمله هو حساب هذه المسافات اللي هي يعني كديستانس، طبعا الديستانس دائما يجب ان تكون عدد موجب. فهنا يعني المسافه ما بين ال 53 وال 98 هي فقط يعني حاصل طرح ال 98 ناقص 53، دائما العدد الاكبر ناقص العدد الاصغر. بعد ذلك طبعا هنا ال 98 ناقص 53 يتم حسابها كم مقدارها، نجمعها مع المسافه من ال 98 الى ال 183، ايضا نحسب الفارق بيناتهم اللي هو 183 ناقص 98. بعد ذلك من 183 وصولا الى 37، ايضا نقول 183 ناقصا 37. بعد ذلك ايضا من 37 الى 122، ايضا هو هذه المسافه هي عباره عن حاصل طرح العددين يعني الاكبر ناقص الاصغر، اللي هو 122 ناقصا 37. وهكذا تستمر العمليه. بعد يعني حساب كل هذه الارقام راح يكون عندنا العدد الكلي اللي هو 640 سلندر، هذه هي مقدار الحركه، واللي هو نقدر نعتبره هو السيك ديستانس، واللي مثل ما ذكرنا في المحاضرات السابقه هو مكافئ للسيك تايم اللي هو زمن البحث او مسافه البحث. بنفس الطريقه يتم حساب السلندرز يعني او عدد السلندرز التي يتحركها كل خوارزميه بالنسبه للخوارزميات القادمه، وطبعا كلما كان العدد اقل كلما كانت الخوارزميه افضل. الخوارزميه الثانيه اللي هي شورتست سيك تايم فيرست، اللي هو الذهاب الى يعني الطلب ذو اقصر زمن بحث اولا، يختار الطلب الذي يحقق لنا اقل زمن بحث ابتداء من النقطه الحاليه التي نحن فيها. طبعا هذه الجدوله هي مشابهه للشورتست جوب فيرست في جدول يعني خوارزميات الجدوله اللي اخذناها في الفصل الرابع او الخامس، اللي كانت تتحدث ايضا عن يعني جدوله العمليات. هنا الشورتست سيك تايم فيرست هي مشابهه الى الشورتست جوب فيرست، وايضا تعاني من نفس المشكله اللي هي الستارفيشن اوف سم ريكويستس. الستارفيشن اللي مثل ما ذكرنا في وقتها كانت يعني هي تعني المجاعه ترجمتها الحرفيه، هي انه ما دامت هناك طلبات قريبة ستأتينا، ما دامت هناك طلبات ذات سيك تايم صغيرة ستستمر في الوصول، هذا يعني بأنه الطلبات البعيدة عن رأس القراءة والكتابة في الوقت الحالي ممكن أن تعاني من المجاعة، ممكن أن تنتظر يعني indefinitely waiting، ممكن أن تنتظر مدة طويلة من الزمن. أيضا هنا إذا يعني مثل ما هو واضح
يعني رأس القراءة والكتابة كان موجود في النقطة 53، ثم في لحظة من اللحظات وجد أنه هذا هو الطابور. سيختار من الطابور أقرب النقاط له، يعني من 53 أقرب شيء موجود هنا هو 65 لأنه هي أقل مسافة. بعد ذلك أقرب شيء موجود لل 65 هو 67، يعني هنا من 53 ذهب إلى 65 ثم 67. بعد ذلك عندما كان في 67 ينظر إلى الأرقام البقية الموجودة، أقرب شيء هو موجود له هو 37 فذهب إلى 37. بعد ذلك أقرب شيء موجود لل 37 من الأرقام المتبقية هو ال 14. بعد ذلك من ال 14 أقرب شيء متوفر، هذه الأرقام طبعا كلهن أخذناها يعني، فمن الأرقام المتبقية بقت عندنا أقرب شيء هو ال 98 ثم ال 122 ثم ال 124 وأخيرا ال 183. فهنا تلاحظ بأنه دائما يبحث عن أصغر أو أقصر زمن بحث، يعني أقرب طلب إلى الطلب الحالي أو إلى الموقع الحالي لرأس القراءة والكتابة. هنا أيضا بعد حساب هذه الأرقام بنفس الطريقة، يعني هنا ال 65 ناقصا 53، بعد ذلك ال 67 ناقصا ال 65، ثم ال 67 ناقصا ال 37، 37 ناقص 14، 14 ناقص 98، أو الحقيقة 98 ناقص 14. وأنا أقوم بجمع كل هذه الأرقام سوية، فنلاحظ بأنه المجموع الكلي راح يطلع لنا 236 سلندر، واللي هو أقل بكثير من ال 640 اللي حصلناها في الخوارزمية الأولى. فبالتالي يعني هذا يدل على أنه لنفس الطلبات ولنفس طابور الانتظار أو طابور الطلب، فإن خوارزمية الشورتست سيك تايم فيرست هي أفضل بكثير من خوارزمية الفيرست كوم فيرست سيرفد. الخوارزمية الثالثة اللي هي سكان، اللي هي سكان يعني كأنه هو مسح. هنا الذراع القرص أو يعني رأس القراءة والكتابة يبدأ من واحدة من نهايات القرص ويتحرك باتجاه النهاية الأخرى، خادما كل الطلبات التي يعني تقع في طريقه حتى ينتهي إلى نهاية القرص، ثم بعد ذلك يقوم ب يعني تغيير مساره والبدء من جديد. يعني كأنه يبدأ من نقطة معينة من القرص ويسير بكل الاتجاه، يعني باتجاه معين، ويخدم كل الطلبات الموجودة في هذا الاتجاه، ثم يصل إلى نهاية القرص، ثم يعود مرة أخرى ويخدم كل الطلبات في الاتجاه المعاكس. السكان الجوريثم بعض الأحيان يسموه الإليفيتر الجوريثم، يعني كأنه هي خوارزمية المصعد. كذلك يعني بالضبط مثل المصعد، عندما يكون في الطابق الرابع مثلا ويأتيه طلبات من الطابق الثاني والطابق السادس مثلا، فهو سيتجه يعني سيختار في يعني أفق خوارزمية معينة الاتجاه نحو أحدهما. مثلا إذا صعد باتجاه الطابق السادس وكان هناك أشخاص موجودين في الطابق الخامس أيضا ينتظرون، فهو سيقف في الطابق الخامس يأخذهم، ثم يصل إلى الطابق السادس ويأخذهم، ثم بعد ذلك يعني عندما أو السابع أو الثامن وصولا إلى نهاية البناية، ثم بعد ذلك يتجه إلى يعني الاتجاه المعاكس ويخدم كل الطلبات في هذا الاتجاه. فهي يعني دائما تذكر أنه خوارزمية السكان الجوريثم هي تشبه خوارزمية المصعد. هنا أيضا عندما قمنا بحساب يعني عدد الحركات أو عدد السلندرز الأسطوانات التي تحركها رأس القراءة والكتابة، وجدنا أنه يتساوي 236، وهي يعني بشكل يعني بشكل مفاجئ تساوي الشورتست سيك تايم فيرست. طبعا هذا الشيء هو يعني مو دقيق 100% أو لا يتحقق دائما، هو إنما هذه صدفة فقط. But note that if the requests are uniformly dense، يعني هنا لاحظ بأنه إذا كانت الطلبات موزعة بشكل متساوي فهذا يدل على أنه الطلبات في النهاية الأخرى ستنتظر يعني بشكل كبير. يعني إذا قررنا أنه نتجه إلى الأعلى ثم بعد ذلك نتجه نحو الأسفل، أو إذا قررنا أنه نتجه إلى السلندرز اللي هي outside ثم بعد ذلك نتجه إلى السلندرز اللي هي inside، فهذا يدل على أنه الطلبات الموجودة في الجانب الآخر من القرص ستنتظر مدة أطول. هنا لتوضيح هذه الخوارزمية أيضا، يعني إذا كان القرص موجود في النقطة 53 فهو يعني قرر أن يتجه باتجاه الصفر ثم بعد ذلك يتجه باتجاه 199، يعني يدخل إلى الانر سايد يعني اللي هي الاسطوانات الداخلية، ثم بعد ذلك يخدم الاسطوانات الخارجية. فهنا أيضا من 53 راح يذهب إلى 37 إلى 14 ولا يتوقف عند 14، وإنما يكمل إلى نهاية القرص يعني إلى أن يصل إلى الصفر، ثم بعد ذلك يتجه بالاتجاه المعاكس. طبعا هذه تم خدمتها يعني اللي هي ال 37 وال 14. بعد ذلك يأتي إلى ال 65 ال 67 ال 98 122 124 و 183 وصولا إلى هذا المكان. بعد ذلك طبعا نفترض إذا كان هناك تكملة لهذا الكيو وكانت هناك طلبات أخرى يعني جاءت بعد هذه النقطة، طبعا راح يتجه يكمل إلى ال 199 ثم يكمل بالاتجاه المعاكس وهكذا. فأيضا هذه يتم حسابها يعني بنفس الطريقة، يعني اللي هي مثل ما ذكرنا هنا يكون عندنا بعد الحساب تكون عندنا 236 سلندر. الخوارزمية اللي هي سيسكان هذه توفر لنا مور يونيفورم ويت تايم، طبعا هذه بيها يعني زمن انتظار اكثر انتظاما من زمن انتظار في السكان. هنا رأس القراءة والكتابة يتحرك من احد اطرافي القرص الى الطرف الاخر، وطبعا خادما كل الطلبات الموجودة في طريقه.
but when it reaches the other end عندما يصل إلى النهاية الأخرى however it immediately returns to the beginning of the disk إلا أنه هنا عندما يصل إلى نهاية أحد نهايات القرص فإنه يقفز مباشرة إلى النهاية الأخرى ويبدأ من هناك بدون أن يخدم أي طلب في الطريق في طريق العودة. يعني هنا إذا تلاحظون بأنه عندما وصل إلى نقطة من يعني عندما وصل إلى أحد نهايتي القرص فإنه يعني اتجه بالاتجاه الآخر إلا أنه في زمن العودة يعني قام بخدمة كل الطلبات في الطريق. هذه خوارزمية السكان. أما خوارزمية السي سكان فهي على العكس أنه عندما يصل إلى أحد نهايتي القرص فإنه يقفز مباشرة إلى النهاية الأخرى ويبدأ من هناك. كأنه يعامل السيلندرز يعني الأسطوانات على أنه هي سيركولر ليست كأنه هي قائمة دائرية ويقوم ب يعني طيها يعني حول نفسها from the last cylinder to the first one. طبعا هنا total number of cylinders أيضا يتم حسابها بهذه الطريقة. نلاحظ أيضا بأنه إذا افترضنا بأنه بدأ بالنقطة 53 ثم اتجه إلى يعني اختار أن يتجه إلى اليمين اتجه إلى 65 67 98 122 124 183 ثم وصل إلى نهاية القرص اللي هي 199. هنا خوارزمية السكان ستفترض بأنه سيرجع بالاتجاه المعاكس ويخدم ال 37 ثم ال 14 إلا أنه خوارزمية السي سكان تقول بأنه سيقفز من نهاية القرص إلى النهاية الأخرى يعني من 199 يقفز مباشرة إلى الصفر ثم يبدأ من هناك من جديد إلى ال 14 وال 37. فهذه تلاحظ بأنه يعني يبدأ من هنا يصل إلى نهاية القرص ثم يقفز مرة من جديد يعني كأنه افترض بأن هذه النهاية كأنه أسطوانة قريبة من هذه النهاية يعني مطوية كأنه هذا المستطيل هو عبارة عن أسطوانة بحيث أنه هذا الطرف قريب من هذا الطرف تماما مثل خارطة الكرة الأرضية إذا تصورتها يعني في بالك راح يكون هذا الشيء القريب هذا الشيء اللي هو بعيد جدا في الشكل المستطيل راح يكون هو قريب جدا هذه النهاية هي تماما قريبة جدا من هذه النهاية في الطرف الآخر إذا كانت هي يعني مطوية على شكل أسطوانة. فهنا أيضا نقوم بحساب الـ number of cylinders اللي هي من 53 إلى 65 هي مقدارها 12 زائد من 65 إلى 67 مقدارها 2 من 67 إلى 98 هي 13 أو 31 عفوا وتكمل البقية زائد آخر شيء 200 عندنا هذه 200 اللي هي من 199 إلى الصفر هذه اللي هي تقفز من يعني من نهاية القرص إلى بدايته هذا راح تكون هي 200 اللي هي to return to the beginning يعني للرجوع إلى البداية زائد 14 زائد 23 اللي هي ما بين 14 و 37 فهنا راح يكون عندنا مجموع 383. فلاحظ بأنه هذه الخوارزمية هي يعني بالنسبة لهذا الطلب هي أسوأ من خوارزمية السكان ولكنه هي توفر لنا uniform waiting time يعني زمن انتظار منتظم لكل الخوارزمية أو لكل العمليات أي أنه ليست هناك عملية ستنتظر أكثر من البقية. السي لوك أيضا هذه خوارزمية أخرى. اللوك هي عبارة عن نسخة من السكان والسي لوك هي عبارة عن نسخة من السي سكان. اللوك هنا يعني فرقها الوحيد عن خوارزمية السكان أنه هي يعني إذا وصلت إلى نهاية الطلبات من جهة معينة لا تحتاج أنه تصل إلى نهاية القرص يعني لا تحتاج أن تذهب إلى 199 أو الصفر. The arm only goes as far as the last request يعني رأس القراءة والكتابة يذهب أبعد شيء إلى حد نهاية آخر طلب in each direction في كل اتجاه. Then reverse the direction immediately وبعد ذلك يقوم بقلب الاتجاه مباشرة بدون الذهاب without first going all the way to the end of the disk بدون الحاجة إلى الذهاب إلى نهاية القرص أي أنه هنا مثلا إذا اتجه بهذا الاتجاه وصل إلى 183 ما يحتاج أنه يروح ل 199 ثم يقفز مرة أخرى وإنما يبدأ يعني يصل إلى 183 ثم يرجع مباشرة إلى أبعد طلب في الجهة الأخرى ويكمل من عنده. هذه بالنسبة للسي لوك واللي هي أيضا يعني مثل ما ذكرنا هي مشابه للسي سكان. هنا أيضا يمكن حساب عدد الطلبات بنفس الطريقة. هنا راح يكون عندنا السؤال انه كيف نختار خوارزمية الجدول للأقراص من قبل هذه الخوارزميات يعني من واحدة من هذه الخوارزميات كلها. طبعا الشورتست 6 تايم فيرست از كومن اند هاز ا ناتشرال ابيل يعني هذه الخوارزمية شائعة في كل أنظمة التشغيل وهي تمتلك يعني فد يعني رغبة طبيعية انه نستخدمها لانه هي دائما هي شورتست هي الأقصر. السكان والسي سكان دائما يكون أدائها أفضل بالنسبة للأنظمة التي تحتوي على heavy load on the disk يعني إذا كان هناك حمل كبير على القرص فنستخدم السكان والسي سكان راح تنطينا أداء أفضل وأيضا توفر لنا less starvation لأنه واحدة من مشاكل shortest seek time first هو starvation. أما السكان والسي سكان فلا توفر هذه المشكلة ليس هناك مشكلة starvation فيها أو على الأقل هي أقل starvation. Performance depends on the number of and types of requests. دائما الأداء يعتمد على عدد ونوع الطلبات. Requests for the disk service can be influenced by the file allocation method. طبعا أيضا يعني الطلبات للخدمة من القرص
ممكن أن تتأثر بطريقة تخصيص الملفات and the metadata layout، وأيضا يعني نشر المعلومات المرتبطة أو المترابطة في يعني سطح القرص الصلب. خوارزمية جدولة الأقراص should be written as a separate module of the operating system، يجب أن تكتب هذه الخوارزميات ك يعني موديول مستقل أو منفصل عن نظام التشغيل، allowing it to be replaced with a different algorithm if necessary، مما يسمح باستبدال هذه الخوارزميات بخوارزمية أخرى إذا كان هناك حاجة لذلك، يعني عندما نقوم بعملية الأبديت أو الأبجريد لنظام التشغيل. كل من الشورت تيست سيك تايم فيرست واللوك از ريزونبل تشويس فور ديفولت الجوريثم، عادة السي اس اس تي اف واللوك هي خيار منطقي لكي تكون هي الديفولت الجوريثم، يعني هي الخوارزمية المستخدمة بشكل تلقائي. وات اباوت ذا روتيشنال ليتنسي، يعني ما هي المشاكل التي او ما هو التأخير الذي يحصل لنا بسبب الروتيشنال ليتنسي؟ كل اللي تحدثنا عنه هنا هو حركة رأس القراءة والكتابة، ولكنه احنا ذكرنا أن هناك حركتين في القرص الصلب، هي حركة رأس القراءة والكتابة زائد حركة الأقراص أسفل رأس القراءة والكتابة لكي تقوم بجلب السكتر المناسب في الأسطوانة المناسبة. طبعا هذا الشيء يقول أنه من الصعب حسابه من قبل نظام التشغيل، وبالتالي يعني لا يتم أخذه بعين الاعتبار عندما نقوم نقرر ما هي الخوارزمية الأفضل. How does the disk based queuing affect OS queue ordering ordering efforts؟ كيف يقوم، ما هو تأثير يعني تجميع الـ disk based queuing اللي هو يعني جدولة الطلبات في طابور بالاعتماد على القرص، وتأثير ذلك على يعني نظام التشغيل؟ هذا طبعا أيضا واحد من الأسئلة اللي هي موجود إجابتها في أسئلة نهايات الفصول، ممكن يعني الرجوع لها إذا كان هناك مقترحات للأجوبة، ممكن تتركوها في التعليقات. Otherwise يعني إحنا راح نحاول إن شاء الله أنه نترك الإجابة في التعليقات. هذا هو كل ما يخص الخوارزميات الجدولة، وفي المحاضرة القادمة إن شاء الله راح نبدأ نتحدث عن بقية تفاصيل الفصل واللي هي تخص الديسك مانجمنت والريد وغيرها من الأمور الأخرى. خليكم معنا، شكرا جزيلا ومع السلامة.